قيام ليلة نصف من شعبان يعني أن تكثر فيها من الذكر والدعاء والصلاة. وقال بعضهم إذا صليت قبل الفجر صلاة قيام الليل أجزأتك عن قيام الليل عند بعض العلماء، يعني شيء من قيام الليل وشيء من تلاوة القرآن هذا يجعلك من الذين استجابوا لله ورسوله وأحيوا ليلة نصف من شعبان. إنها بادئة ذي بدء إعداد للنفس كي تستقبل شهر الصيام وهي في أوج إقبالها على الله عز وجل، وهي في أتم استعداد لدخول في هذا الشهر الكريم. يعني الشيء العظيم، الشيء المقدس يحتاج إلى تمهيد، يحتاج إلى تمهيد، لكن الشيء التافه لا يحتاج إلى تمهيد. فهذا رمضان لعل الله سبحانه وتعالى يعتقنا فيه من النار، لعل هذا الشهر الفضيل يرتقي الإنسان فيه من حال إلى حال، ومن درجة إلى درجة، ومن منزلة إلى منزلة، ومن قيم إلى قيم، ومن نوايا إلى نوايا، ومن رؤيا إلى رؤيا. فما دام هذا الشهر الكريم يمكن أن يكون سببا في ارتقائك لا بد له من تمهيد. التمهيد هو شهر شعبان، صيام وإنفاق وتلاوة قرآن وعمل طيب. حتى يعني بالمثل المادي، إذا أردت أن تقطع مسافة بين نقطتين بسرعة عالية لا بد من أن تتحرك قبل نقطة البدء. إذا بدأت الحركة عند نقطة البدء إلى أن تزداد سرعتك وتأخذ سرعتك القصوى تكون قد قطعت مسافة هدرا. فمن أجل أن تبدأ السير سريعا من نقطة ألف إلى نقطة ب لا بد من التحرك قبل ألف. هذا بشكل أو بآخر ما يعنيه الإعداد لرمضان من شعبان. الشيء الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله في هذا الشهر الفضيل والدعاء، فصلت عنه كثيرا في خطبة الجمعة، وذكرت أن في القرآن الكريم 13 آية فيها كلمة قل، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. 13 آية في القرآن الكريم فيها هذه الصيغة، إلا آية واحدة هي قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إذا فتحتم المعجم المفهرس على مادة سأل تأتي آيات يسألونك، احصي هذه الآيات 13 آية كريمة، في كل هذه الآيات كلمة واحدة هي قل. هذه الكلمة كلمة قل غابت في آية واحدة هي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. استفاد العلماء من غياب كلمة قل في هذه الآية أنه ليس بين العبد وبين ربه حجاب، ما في وسطاء. الدعاء وسيلة اتصال مباشر، أن يكون بين يديك هذا السلاح الخطير، بإمكانك أن تدعو الله عز وجل. إيه والله ما تستطيع تدخل على إنسان ذو أهمية بسيطة إلا بموعد قبل أسبوعين، وإلا بوقفة لساعات كثيرة على بابه، لكن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. قد تقف ساعات على باب إنسان. ربنا عز وجل يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا.
والله هاتان الآيتان لا تقدران بثمن. يعني إذا أردت أن تلتقي مع الله عز وجل فليعمل عملا صالحا، اعمل عملا صالحا وادخل إلى بيت من بيوت الله وصلي ركعتين وانظر كيف أن الله سبحانه وتعالى يتجلى على قلبك، وانظر كيف تنهمر دموعك، وانظر كيف تشعر أنك أسعد الناس. هي معنى قوله تعالى، يعني قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لكن ذكرت أنا يوم الجمعة أنه وإذا سألك عبادي عني، أنت عن ماذا تسأل؟ قل لي ما الذي تسأل عنه أقول لك من أنت. ما الذي يعنيك؟ ما الذي يقلقك؟ ما الذي تبحث عنه؟ ما الذي ترجوه؟ وإذا سألك عبادي عني تسأل عن حطام الدنيا، عن متاعها، عن مالها، عن تجارتها، عن مكاسبها، عن بيوتها، عن زوجاتها، عن نسائها، أم تسأل عن الله كيف أرضيه، كيف يرضى عني، كيف أتقرب إليه، كيف أطيعه، كيف يقبلني، كيف يحبني. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ربنا عز وجل يا بعض الإخوة يدعون دعاء بصوت مرتفع وصياح وضجيج ورفع يدين إلى السماء ودعاء بليغ منمق مسجع مدروس معد إعدادا رائعا، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول عن سيدنا زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، بإمكانك وأنت صامت، بإمكانك وشفتاك مطبقتان أن تسأل الله في قلبك شيئا. سلاح عظيم بين يديك، يعني أنت من أجل أن تصل إلى شخص ذو أهمية قليلة يعني تبذل جهدا كبيرا، لكن الله جل في علاه بمجرد أن تقول يا رب يقول لك لبيك يا عبدي، اسأل تعطى. والله هذا الحديث الشريف الذي أتلوه على مسامعكم دائما لو وقفنا عنده وقفة متأنية، إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من طالب حاجة فأقضيها له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه حتى ينفجر الفجر. وأنت إذا قلت سمع الله لمن حمده، الله يسمعك، سمع الله لمن حمده، تفضل قل له يا ربي لك الحمد والشكر والنعمة والرضا حمدا كثيرا طيبا مباركا. إذن الحديث عن ليلة النصف من شعبان حديث عن الدعاء وعن قيمة الدعاء وكيف أن الدعاء سلاح المؤمن. ولكن قد تسأل هذا السؤال، يا رب المسلمون يدعونك ليل نهار في كل مناسبة وعقب كل صلاة وفي مناسباتهم الدينية وفي الخطب وفي الكلمات وفي الاحتفالات وفي عقود القران وفي المناسبات الحزينة، يسألونك أن تهلك أعداءهم يا رب، وأن تثبت أقدامهم، وأن 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 وأن. والذي يراه الناظر أن الله عز وجل لا يستجيب. الجواب في هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قد يصبح الدعاء سلوكا، قد يصبح الدعاء عادة لا معنى لها. عادة ادعوا لنا سيدي ادعي لك، الداعي والذي يؤمن على دعائه في واد آخر قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا دعاني حقيقة، قد يدعوني الداعي وهو متكئ على زيد أو عبيد معتمد عليه، قد يدعوني الداعي وهو معتمد على ماله أو على جاهه أو على قريبه أو على شيء في يده،
لكنه إذا دعاني حقا أجيبه. الله عز وجل يعلمنا كيف يستجيب لنا، قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يعني إذا آمنت به تستجيب له، فإذا استجبت له ودعوته يستجيب لك. هذه الآية قانون الدعاء، آمن به ثم استجب له ثم ادعوه يستجب لك. فإذا حدثتكم عن دعاء نصف من شعبان فهو الحديث عن الدعاء، لأنه مخ العبادة. يعني الإنسان بيصلي حتى يتصل، بيصوم حتى يتصل، بحج حتى يتصل، بيصلي حتى يتصل، بيتصدق حتى يتصل، بيستقيم حتى يتصل، يعمل الأعمال الصالحة حتى يتصل. إذن الاتصال بالله هو كل شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء مخ العبادة. يعني أعلى درجات الاتصال أن تدعوه وأنت في ضائقة، أن تدعوه بدعاء حار، أن تدعوه وأنت تستغيث به. لذلك قال النبي الكريم الدعاء مخ العبادة، وليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وأجمل ما في هذا الموضوع قوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم. يعني لولا أنكم تدعون الله عز وجل ما الله عز وجل لا يعبأ بكم. أي الدعاء علامة الإيمان، إذا دعوت الله معنى ذلك الله موجود، وإذا دعوت الله معنى ذلك أنك مؤمن بأنه يستمع إليك، وإذا دعوت الله معنى ذلك أنك مؤمن بأنه يستجيب لك، وإذا دعوت الله معنى ذلك أنك مؤمن بأنه قدير. إيمانك بأنه موجود وبأنه سميع وبأنه قدير وبأنه رحيم دعاك إلى أن تدعوه، إذن دعاؤك له علامة إيمانك به. إذن ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ونحن في ليلة النصف من شعبان، أيها الإخوة الأكارم، من الثابت أن هناك مؤمنين وأن هناك سابقين وأن هناك عصاة تائهين، عاص منحرف، ضائع ضال، تائه شارد، مؤمن مستقيم، سباق إلى مرضاة الله عز وجل. هؤلاء الأشخاص الثلاثة أو النماذج الثلاثة حيال المناسبات الدينية لهم مواقف متباينة. فالمقطوع عن الله عز وجل، الخارج عن منهجه، الشارد عن دينه، الغارق في المعاصي، هذه المناسبات الدينية كليلة الإسراء والمعراج وليلة النصف من شعبان وليلة القدر وما إلى ذلك من هذه المناسبات الدينية، هذا الإنسان الشارد لا يتأثر بها إطلاقا، لأنه في واد، وهذه المعاني القدسية في واد آخر. ولكن بين المؤمن المقتصد وبين المؤمن السابق مواقف متباينة حيال هذه المناسبات الدينية. يعني البار بوالديه الذي يقدم لهما آيات التعظيم والتوقير والإكرام والإحسان كل يوم، إذا جاء عيد الأم مثلاً هو كل يوم عنده عيد أم، في صبيحة كل يوم يزور والديه
ويسألهما كل حاجاتهما ويقدم لهما كل ما يرغبان به. أما المقصر إذا جاءت مناسبة فهذه المناسبة تلفته إلى واجبه. لذلك المؤمن السابق كل ليلة عنده هي ليلة النصف من شعبان، كل أيام سنته رمضان، كل أيام رمضان ليلة القدر، لأنه شمر وأقبل على الله عز وجل ووضع كل طاقاته وكل إمكاناته في سبيل الحق. لكن المقتصد تأتي هذه المناسبات لتذكره، لتشوقه، لتزيده علما وعملا. فلا شك أن الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج والاحتفال بليلة النصف من شعبان لها شأنها في الدين، لكن كلما ارتقى الإنسان في مدارج المعرفة ومدارج القرب، كلما اقترب من معاني هذه الأيام الفضيلة ومن معاني هذه الأيام التي ورد في حقها بعض الأحاديث الشريفة. قبل كل شيء ذكرت هذا في الخطبة، العبادات لها شأنها عند الله عز وجل، لها شأنها الكبير، وما دام لها هذا الشأن عند الله فلا بد من أن يسبقها تمهيد. ما دام للعبادة شأن كبير عند الله عز وجل إذن لا بد من أن يسبقها تمهيد. فكما أننا نصلي سنة قبلية تمهيدا للفريضة الأساسية، ونصلي سنة بعدية ترميما لما فاتنا في الفريضة، فكأن السنة القبلية تمهيد وإعداد، والسنة البعدية ترميم وتلاف للنقص. وكما أن الحاج يحج من الميقات وبينه وبين الكعبة مراحل فساح من أجل أن يهيئ نفسه لهذا اللقاء الأعظم، لقائه بربه جل وعلا، كذلك الشرع علمنا أن نؤدب أبناءنا على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن وحب النبي عليه الصلاة والسلام قبل سن التبليغ. كذلك رمضان دورة تدريبية كل عام، عبادة سنوية. الإنسان في رمضان يقفز قفزة نوعية، له مستوى في فهمه وفي عقيدته وفي إدراكه وفي طاعته وفي ورعه وفي صلاته وفي تهجده وفي تلاوته وفي إنفاقه. كل إنسان له مستوى، له مرتبة، له مكانة. في رمضان لا بد من أن يقفز قفزة نوعية، فالعاصي يتوب والتائب يزيد والمستزيد يتفوق، لا بد من نقلة في رمضان. لكن المشكلة التي أتمنى على الله جل وعلا أن يعني يقينا منها هو أن عامة الناس كلما جاء رمضان قفزوا قفزة نوعية، فإذا انتهى عادوا إلى ما كانوا عليه، وطوال حياتهم يرتفعون ثم ينخفضون، يرتفعون ثم ينخفضون، وهكذا. لكن المؤمن الصادق إذا قفز قفزة في رمضان يستمر عليها طوال العام، فإذا جاء رمضان آخر قفز قفزة ثانية واستمر عليها طوال العام، فإذا جاء رمضان ثالث قفز، وهكذا إلى أن يلقى الله عز وجل وهو في أعلى الدرجات. لذلك الحقيقة الأولى هو أننا إذا دخلنا في رمضان ينبغي أن نقفز قفزة نوعية، وهذه القفزة النوعية يجب أن نثبت عليها طوال أيام السنة.
الآن ما علاقة النصف من شعبان برمضان؟ الحقيقة أيها الإخوة أن الإنسان في رمضان يجب أن يصومه صياما كاملا من أول يوم وحتى آخر يوم. الانتقال المفاجئ من مستوى معين في العبادة إلى مستوى متفوق، هذا الانتقال لا بد له من تمهيد، يعني نقطة هنا ونقطة هناك، لا بد من خط مائل يصعد من هذه إلى تلك. هذا الخط المائل الذي يزداد حماس الإنسان ويتهيأ ويهيئ كل شيء من أجل أن يقبل الله صيامه. نحن في شهر تمهيدي، شهر إعداد لرمضان، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر فيه من الدعاء ومن الصلاة ومن القيام ومن الأعمال الطيبة والأعمال الخيرة. على كل أثر في هذا الشهر وفي ليلة النصف من شعبان أن القبلة تحولت من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. لماذا أمر الله المسلمين من خلال السنة النبوية أن يتجهوا إلى بيت المقدس؟ لأن الكعبة المشرفة، وهذا اجتهاد في التفسير، لأن الكعبة المشرفة كانت فيها الأصنام، وكان كفار قريش يعتدون بها ويفتخرون بها، فإذا توجه إليها المسلمون لعل في هذا التوجه ترسيخاً لهذه العبادة التي أنكرها القرآن الكريم. لذلك أمر المسلمون إلى التوجه إلى بيت المقدس ريثما يستقر التوحيد في الجزيرة العربية، وريثما تتوطد دعائم الإيمان بالله عز وجل. فلما رسخ التوحيد واستقرت النفوس أمروا بالتوجه إلى بيت الله الحرام. لذلك جاءت الآيات متتابعة في دعوة المؤمنين إلى التوجه إلى بيت الله الحرام. في هذه الليلة نزلت الآيات التي تأمر المسلمين بالتوجه إلى بيت الله الحرام، ولشدة تعظيم أمر الله عز وجل في مسجد في المدينة كان أصحاب النبي يصلون فيه، وفي أثناء صلاتهم جاء من يخبرهم بتحول القبلة، فتحولوا من قبلة إلى قبلة. وزرت هذا المسجد قبل سنوات عدة، فيه محرابان متعاكسان، محراب إلى بيت المقدس ومحراب إلى الكعبة المشرفة. في الزيارة الثانية ألغي محراب بيت المقدس وبقي محراب الكعبة المشرفة. على كل، إذا ذكرتم ليلة النصف من شعبان ففي هذه الليلة المباركة تم فيها تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. هذه واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام فيما ترويه الأحاديث الشريفة وفيما رواه النسائي من حديث أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يعني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم إذا نظروا إلى هلال شعبان أكبوا على المصاحف يقرؤونها،
وأخرج الأغنياء زكاة أموالهم ليتقوى بها الضعيف والمسكين على شهر الصيام. أيها الإخوة، إذن فيما يبدو لكم من هذه الآثار القليلة أن شعبان تهيئة لرمضان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه في شعبان، لذلك خصت ليلة النصف من شعبان بالدعاء. الدعاء في الحقيقة يعني أداة اتصال مباشرة بين العبد وبين ربه، أداة اتصال مباشرة بين العبد وبين ربه. لكن هذا الدعاء الذي نسمعه أحيانا، اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا محروما مقترا علي في الرزق، فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وتقتير رزقي، هذا الدعاء لا أصل له، لم يرد لا عن رسول الله ولا عن أصحاب النبي عليهم رضوان الله. نحن إذا دعونا الله عز وجل ينبغي أن ندعوه بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فكرة الجبر أن الإنسان خلق كافرا وكتب عليه الكفر من دون ذنب اقترفته يداه وسوف يدخل النار شاء أم أبى لأن الكتاب سبق عليه بالكفر، هذه المعاني أيها الإخوة ليست من روح القرآن. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. لو قرأت القرآن الكريم كله لوجدت أن الإنسان فيه مخيرا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ولكل درجات مما عملوا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. بل إن بعضهم قال إن الأمر مجرد الأمر يقتضي التخير، أيعقل أن تشق طريقا عرضه 60 سنتيمتر بعرض إنسان تماما بحيث أن كتفيه يلامسان جدري هذا الطريق، وأن تأمره أن يتجه نحو اليمين أن يلزم اليمين، أي يمين هذا؟ إذا كان الطريق ضيقا بعرض السالك فيه فكيف تأمره أن يلزم اليمين؟ لمجرد أن تأمره فالإنسان مخير، لمجرد أن تنهاه فالإنسان مخير. فهذه نقطة دقيقة جدا أيها الإخوة، لو أن الله عز وجل كما قال الإمام الحسن رضي الله عنه أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أن الله عز وجل أجبر عباده على المعصية لبطل العقاب، ولو أنه تركهم هملا لبطل الوعد والوعيد، وكان ذلك عجزا في القدرة. واحد سأل سيدنا عليا كرم الله وجهه قال أكان مسيرنا إلى الشام بقضاء من الله وقدر؟ قال ويحك، لو كان قضاء لازما وقدرا حاتما إذا لبطل الوعد والوعيد ولانتفى الثواب والعقاب. إن الله أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها ولم يرسل الأنبياء عبثا ولم ينزل الكتب لعبا. إذا الإنسان مخير. والأثر الذي تعرفونه جميعا حيث أن رجلا ضبط متلبسا بشرب الخمر فاقتيد إلى عمر بن الخطاب، ولما أراد إقامة الحد عليه قال والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك، فقال رضي الله عنه وكان عالما بالكتاب والسنة قال أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمرة
ومرة لأنه افترى على الله وقال ويحك إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. وحينما تطالعون آيات القرآن الكريم تجدون أن معظم الآيات تبين ندم الكافر على كفره، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله يوم يعض الظالم على يديه، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني قدمت لحياتي. طيب هذه الآيات كلها تؤكد ندم الكافر على فعله السيء وعلى معاصيه، لو أنه كان مجبرا عليها ولا خيار له في ذلك أيعقل أن يندم على ذلك؟ إذا قرأت القرآن الكريم تشعر أنك مخير فيما كلفت به. طبعا في دائرة أنت فيها مسير وفي دائرة أنت فيها مخير، ولدت من أب فلاني وأم فلانية في المكان الفلاني في الزمن الفلاني من أسرة فلانية بوضع معين ببنية معينة بوراثة معينة، هذا كله أنت فيه مسير ولست محاسبا عنه إطلاقا، وسيما ذميما ضعيفا قويا طويلا قصيرا ذكيا أقل ذكاء غنيا فقيرا، هذه الحظوظ التي جاءتك من دون حول منك من دون طلب إنك فيها مسير ولست محاسبا عليها إطلاقا، إنك مخير فيما كلفت به. والدليل قول الله عز وجل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ما هو الكسب؟ أنت حينما تنبعث إلى طاعة الله عز وجل، حينما تتوجه إلى طاعة الله عز وجل، هذا التوجه إلى طاعة الله هو الكسب، وحينما تتوجه إلى معصية الله عز وجل، هذا التوجه إلى معصية الله هو الاكتساب. فلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني بشكل أو بآخر لا بد من عنصر منك هو الذي حدد مصيرك، منك، خيرك فيك وشرك منك. يعني عطاء الله، الجنة محض فضل والنار محض عدل، فإذا أردت أن تدخل الجنة فبفضل الله وكرمه، لكن إذا دخل إنسان النار فبعمله السيء وباختياره السيء وبتبعة عمله. فيعني الدعاء الذي لا يوافق الكتاب والسنة لا ينبغي أن نحفل به، ادعو بما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام وضح وبين وفصل، وحينما دعا يستنبط من دعائه الشريف أن الإنسان، أن النفس البشرية لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أما ما أنت مسير فيه هذا موضوع دقيق جدا، إذا كان سابق لوجودك فهو لصالحك، وإذا كان تابع لوجودك فهو دفع لثمن اختيارك. الفكرة دقيقة جدا، إن كان هذا التسيير سابقا لوجودك، لماذا خلقت من فلان وفلانة وبهذه الصفات وبهذه البنى وبهذه الإمكانات وبهذه القدرات؟ هذا الخلق سابق لوجودك، هو لمصلحتك، وليس في إمكانك أبدع مما أعطاك كما قال الإمام الغزالي. أما التسيير الذي يتم بعد وجودك هو دفع لثمن اختيارك، يعني الإنسان إذا اختار اختيارا صالحا، إذا اختار طاعة الله عز وجل سيره الله لما فيه خير له في الدنيا والآخرة، وإذا اختار معصية الله عز وجل سيره الله لدفع ثمن اختياره.
سيره ليؤدبه، سيره ليقتص منه، سيره ليوقفه عند حده، سيره ليردعه. فالتسيير الذي يأتي بعد اختيارك هو لدفع ثمن اختيارك، إما مكافأة وإما عقابا، والتسيير الذي يأتي قبل اختيارك إنما هو في مصلحة اختيارك. ما كان سابقا لوجودك اعلم علم اليقين أنه في مصلحتك، وما كان لاحقا لوجودك إنه دفع لثمن اختيارك. فلذلك من أدق الآيات الكريمة التي تنفي، التي من أدق الصيغ اللغوية التي تستعمل للنفي، هي صيغة ما كان لي، ما كان الله ليظلمهم. ربنا عز وجل في هذه الآية لم ينفي عن ذاته ظلم العباد، بل نفى عن ذاته كل ما حول الظلم. الله عز وجل لا يريد الظلم ولا يقبله ولا يأمر به ولا يعني يوقعه بين عباده. كنت قلت لكم سابقا هذا المثل، يعني فرق كبير بين أن تقول فلان لم يسرق هذه الدراهم وفلان ما كان له أن يسرق. لم يسرق نفي الحدث، لكن ما كان له أن يسرق نفي الشأن، ليس من شأنه ولا من طبيعته ولا من أخلاقه ولا من قيمه، ولا يريد ولا يرضى ولا يقبل ولا يقر ولا يدعو ولا أبدا، كل هذه المعاني منفية عنه. فلذلك إذا قال الله ما كان الله ليظلمهم، إذا قال الله ولا تظلمون فتيلة ولا تظلمون نقيرة ولا قطميرة، لا ظلم اليوم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. إذن الآيات والأحاديث القدسية والشريفة واضحة قطعية الدلالة في أن الله عز وجل منزه عن الظلم. أين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره؟ هذا الأعرابي الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام، الذي سأل النبي قال عظني ولا تطل أو أوزن، فقال عليه الصلاة والسلام قرأ عليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال كفيت، فقال عليه الصلاة والسلام فقه الرجل. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة